فلوس طبعا. لما انا بحط بنزين غير لما اقعد 3 4 ايام، انا ممكن اقعد اسبوع ما اشحنش العربيه، امشي بيها مشابير صغيره خدت بالك وما اشحنش العربيه يعني، وما بسمع لها الصوت ومريحاني في المشي ومشاكلها قليله، غير لما تكون عربيه خدت بالك بنزين هتبقى دايما المشاكل بتطرد الواحد يعني.